استجابة لاحتياجات تنمية وبناء القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع تخصصي جديد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المشروع دشن بمدينة المكلا ويشمل رفع كفاءة أكثر من 5500 طالب في 3 محافظات. طبعا هذه الفئة عانت كثيرا في الماضي بسبب الحرب في اليمن من الإهمال، بسبب أن معظم هذه الجمعيات معظم هذه الأجهزة تقوم بعملية الدعم المركزي من المركز، لكن الفترة الحالية عانت كثيرا من الإهمال في هذا الجانب لعدم وجود دعم مركزي ودخول البلد في هذا المعتبر الصعب. المشروع الذي يمتد لتسعة أشهر سيعمل على تأهيل نحو 30 مدرسة ومركز تعليمي لمحو الأمية، إضافة لتدريب الأطفال على النطق والتخاطب ولغة الإشارة والقراءة والكتابة. وقبل ذلك سيوفر دعما للمراكز والمدارس المستهدفة باحتياجاتها من التجهيزات التعليمية. نتمنى أن يخرج هذا المشروع إلى النور في الأيام المقبلة بإذن الله، ليستفيد منه عدد من هذه الفئات الذي شملهم المشروع. محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة، الفئتان المستهدفتان هذه المرة من مركز الملك سلمان، وهي مهمة ضمن مهام كثيرة يتبناها المركز في إطار اهتمامه الإنساني في مختلف محافظات البلاد. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.